رز الفول مع خيار بلبن او نجوميه، اقتصاديه وخفيفه بدون لحمه، بس شو شكلها؟ اطيب واحلى من تعيه اللحمه. هي فيكن تعملوها بلحمه، فيكن تعملوها بدجاج، بتاخذ معكم 10 كيلو لحمه اذا بدكم، بس انا عملتها بدون لحمه، اقتصاديه، خفيفه، نظيفه، ظريفه، شغل بكالوريا، وطيبه خير الله بهالصيفيه مع هالخيار بلبن. اللي بيلزمني انا شويه فول اخضر، هدول مفرزين عندي وقت كان ايامه باخضر، فصفصناه وحطيناه بالفريزر مشان هيك شكلهم شوي مانو على البكالوريا يعني. هدول 400 جرام، شي بصلتين كبار مفرومين ناعم او خشن ما بيأثر، وكاستين رز. هاي هي القصه كلها. سمنه او زيت زيتون بدكم اياه، بس ما تخلوا يحمى كثير، ما تكون الطنجره حاميه. رح احط البصل واحمصه. خير الله ملاح مشان البصل يساعدني وينزل ميته ويحترق مضبوط. البصل انا بدي احرقه مثل الصياديه مشان يعطيني لون للرز، نحن نفس مبدا الصياديه الاساس تبع الرز الفولي رح نعمل. بلشت تنشف البصله، بس شو نحن مثل ما قلنا بدنا نحرقها. تمام، شايفين؟ هيك البصل قبل ما يحترق بس يعني احمر كثير، هذا بيعطيني هلا لون مع الصوص والى اخره. هلا بدي احط الفولات. احمصها شغله دقيقه. نحط المي، هدول تقريبا 4 كبايات، لسه بدي 2. مثل العادي درس الكيمياء الازلي، على كل كبايه رز بدها 1.5 كباية مي. هذا رز طويل، فيكم تحطوا رز قصير، رز وسط، رز مقمط بالسرير اللي بدكم اياه. هلا انا حطيت الفول مع البصل بهالمرحله هي، اللي ما بيحب البصل واللي عنده حساسيه للبصل بتحطوا المي قبل الفول، خلوها تغلي مزبوط مع البصل للمي مشان يطلع اللون من البصل، بعدين بتصفوها مثل ما عملت انا بالصياديه مره سمك صياديه، بنصفي البصل من المي بس بتكون اخذ لون وطعم من البصل، بعدين بتحطوا الفول فوق المي. نو بروبلم. خير الله ملح، شي معلقتين كبار حسب الملح يعني، كمان يعني خير الله ملح مع المي، وراح اترك المي تغلي تقريبا شي ربع ساعه مع الفول والبصل، بيطلع معي الوان مثل جناح الدبور. كيفني معكم؟ واللي بده يحط بهارات بهالمرحله هاي بحطها اللي هي مع المي، بس انا ما بحط له ولا نوع بهارات، بس انتم ان شاء الله تحطوا بهار كمون، كزبره خضراء، كزبره يابسه، حسب انتم ذوقكم، 7 بهارات، 9 بهارات، 10 بهارات الى اخره. انا ولا شيء، فقط ملح، رشه فلفل اسود اللي هي هلا رح احطها. داكسي هي عم تغلي المي مع البصل واخذ طعمات، رح اعمل انا شو خيار بلبن او جاجيكي او الزازيكي اليوناني والخيار بلبن برش. فيكم تبرشوها برش وفيكم تكتوها مربعات صغيره، مع اني انا بحبها بالمربعات الصغيره يعني، بس هي يعني تشكيلي. تمام، شيء 4-5 سنات ثوم. خير الله ملاح، ونحركهم شوي. بنضيف لهم تقريبا هدول شيء 200 جرام لبن. هلا معلومه هيك على السريع، كنت تعملوا التزازيكي كمقبلات يعني تتاكل مع خبز او توست او خبز محمص، بتعملوها مع لبنه او لبن جامد كثير، واللبنه بيكون افضل وبتصفوا الخيار مزبوط. اما اذا كنت تاكلوها جنب رز بطاطا او شيء، اللبن ما بيأثر، يكون رخو شوي، حتى بيحطوا له شويه مي كمان. حرك، ندوق ملح هون. بيرفكت، ما بدنا شيء. حطهم بالبراد لبن ما خلصت الرز. تقريبا هلا صار لهم ربع ساعة عم يغلوا، شايفين كيف المي؟ هذا هو مثل الصيادية. عندي هون أنا كبايتين رز مغسولين فقط ما منقوعين. تمام، يغلوا وبعدين بنغطيه. خلص بس هيك مثل العادة، عمدوا هالفقاعات لسه طريين، نحط شو ومنقلها نامي وارتاحي، شالت 20 دقيقة 25 دقيقة نص ساعة ما في مشكلة. تمام، هاي الرز صار له تقريبا 3 ساعة. ممتاز، خلص هذا هو. يا ويلي يا ويلي، خيار بلبن هات لنسكب للباشا مشان يدوق الباشا زيكي معه. طبعا فيكم انتو تحطوها كيف ما بدكم بالصحن وعلى ذوقكم، فيكم تقدموهن على جنب بس يعني مشان ندوق. بسم الله. لك شو هذا؟ الله الله،
الله. يا سيدي هالفول على البكالوريا. يا سلام. الحمد لله، اللهم أدمها نعمة واحفظها من السلام. لا تنسوا إذا عجبكم الفيديو لايك وشير وتعليق وتاج لأصحابكم اللي بتعرفوهم واللي ما بتعرفوهم. سلام عليكم. الله 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 يا شوكولامو.